كما سقط عدد من القتلى والجرحى بغارات جوية روسية على مدن العبادة وصقبة وعربين بريف دمشق. القصف استهدف أيضا عددا من الأحياء السكنية والمدارس في تلك المدن، بالإضافة إلى تعرضها لقصف بصواريخ جراد بحسب ما قال ناشطون في المنطقة. ويتزامن ذلك مع محاولة قوات النظام والجماعات الموالية لها التقدم على محاور جوبر ومرج السلطان بالغوطة الشرقية.